اهلا بكم الاعزاء المشاهدين في حلقه جديده من التابوت، حلقه سعيد جدا خلالها تكون ضيفه علي واحده من السيدات الناجحات جدا في مجال البزنس. شغلت الراي العام في الفتره الاخيره، عندها اراء جريئه، عندها اراء ممكن تكون مصادمه، واجهت الكثير من من الحملات والهجوم عليها. نحن الليله سعيدين جدا انها تكون في ضيافتنا، وقبل اي حاجه بنقول لها الحمد لله على السلامه وبنور البلد. مروه اشرف الشهيره بكادي، الله يخليك واهلا بكم وشكرا على الاستضافه والله يسلمك. الله يديك العافيه، منور البلد والله. الله يخليك البلد منور. رمضان كريم عليكي وتصوم وتفطر على خير ان شاء الله. رمضان مبارك على الجميع ان شاء الله، وربنا يتقبل ان شاء الله. قبل اي حاجه دخلنا نازلك سؤال، اللقب بتاع كادي يعني جاء من وين؟ اللقب بتاع كادي، اللقب بتاع كادي جاء من انه اول ما ابتديت الشغل في السوشيال ميديا كان نحن كمجتمع سوداني ما بنقبل الحاجه دي، وانا كنت خايفه من راي الناس في القصه دي، فقررت اخش باسم مستعار ومن غير صوره في البروفايل. أيوة. عشان ما بدل يعرفني، والاسم كان كادي. ومن ديك سبب زي ما بقول السوداني، من ديك وعيك تمام. طيب نحن في البدايه زي ما شايفه يعني كنا حريصين الموسم ده انه يكون الديكور بتاعنا مستوحى من 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 التاريخ السوداني ومن الحضاره السودانيه. انا حاسس انه دائما بنقول انه النجوم بتاعتنا والفنانين ونجوم المجتمع مهملين القصه بتاعت الحضاره السودانيه الاصيله، فحاولنا نعمل الديزاين بتاعنا والديكور مستوحى من التاريخ ده، عسى ولعل انه الناس تقدر في مقبل الايام انها تلتفت للحاجه دي وتعمل زي ما بيعملوا كثير من الدول المجاوره لنا، يعني بيهتموا جدا بالتراث، بيهتموا جدا بالتاريخ بتاعهم، وبيهتموا بالحضاره بتاعتهم وبيقدموها للناس بشكل ظريف. فكان ده الهدف منه من الحاجه دي. فانت برضو يعني واحده من نجمات المجتمع السوداني يعني، فبرضو بنعول عليك كثير جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني في مقبل الايام برضو ممكن برضو تساهمي في الحاجه دي باذن الله. ودي بإذن حاجه الله. جميله جدا منكم، واصلا التوعيه والتغيير بيبتدي بكده. أيوة. فكره بيتم طرحها والناس بتكرر الفكره طبعا. وبعد كده بتبقى واقع معاش. تمام، فان شاء الله نقوم بدورنا زيكم باذن الله. طيب ده الهرم الاسود، احنا بنسميه الهرم الاسود. أوكي. اللي هي مجموعه من الصناديق بنعبر فيها واحد 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 لحد ما نوصل للنهايه. في النهايه بنمشي على التابوت، التابوت ده عنده قصه وراها نحكيها بعدين. اوكي، لكن خلينا هسه في الهرم الاسود. تمام. اي ضيف بيجيني بيكون عنده بدوني ثلاثة ارواح يعني. اوكي، يعني بعدك انا بختار الضيف اديه كم روح يعني. في ضيف بنديه ثلاثة، في ضيف بنديه اثنين، في ضيف ما بنديه خالص. فانت لانك يعني جيتي السودان زياره، ويعني نحن زارنا حنكرمك. اوكي، حنديك روح. يا سلام عليك، يعني حديك ده كرم حاتمي. والله ما قصرت. واحده بشيل لك سؤال واحد بس ما بتجاوبي عليه. اوكي، يعني دي بتساعدك عرفتي. طيب. فحافظي عليها وتخيري الحته المناسبه اللي انت ممكن تستخدمي فيها الروح دي. تمام، ان شاء الله حنبدا طوالي. يلا بسم الله نبدا باول صندوق. طيب سسبنس كده. أيوة. اول صندوق ده فيه الوان، اختاري لنا. اي يعني هي نوعيه اسئله، لكن اديني اللون اللي انت حابه تبدي به. يعني حابه تبدي يعني انا بجاوب على سؤال واحد حتديني له. اوكي، لا حتجاوب عليهم كلهم. والله انا بحب لكن الالوان، لكن بتتفائلي بياتو. او دو جرين لون الدولار. اديني. طيب لون الدولار ما في كلام. طيب اوكي يلا، دي مجموعه بتاعت اسئله. اوكي، حتطلع لي منها الحاجة المختلفة أو الحاجة الأقرب ليك. أوكي، نحن بنقول دائما طبعا أنا في الحلقة بتاعتك لقيت شوية صعوبة في حتات معينة إنه يعني حياتنا كلها مرتبطة طبعا في البرنامج مثلا بفنانين بسياسيين بقصة. أنت كنت فترة طويلة جدا برا السودان. أيوة، فحاولنا نعمل حاجات هي تكون متماشية معك ذات. تمام. طيب حتستخرجي لي الحاجة الأقرب والحاجة اللي أنت مقتنع بها أكثر. لو قلنا الزواج ولا العمل؟ اختار واحد يعني؟ ايوه، يعني الاهم بالنسبه لك او شايف انه هو ممكن يكون افضل يعني للمراه بشكل عام. حقول العمل اول and later الزواج، لانه الواحد لما يدخل على مشروع الزواج وهو يعني متزن المشروع غالبا حيكون انجح. اذا العمل. العمل. تمام، اديني ثاني ورقه. اي واحد. اوكي. طيب. برغم انه انت زي ما قلت لك بعيده، لكن هختبرك اختبار صغير كده. تمام،
استخرجي الاسم المختلف او الاقرب لكادي تمام. انصاف مدني، نضى القلعه، هدى عربي. والله طبعا انا بحب اسمع الثلاثه، لكن اللي بحبها شديد انصاف مدني. وغريبه اول امبارح كنت بتكلم مع زول قلت له نفسي الاقي الشخصيه دي على الحقيقه، لانه بحس بها انسان على سجيتها. ايوه وانا بحب الانسان اللي على طبيعته شديد. بتسمع اغنيه سوداني؟ بسمع من وقت للتاني بسمع. تسمع لمنو اكثر حاجه كده؟ والله بسمع اي اغنيه تعجبني بسمع، يعني ما عندك معين. عندي زول معين بسمعه بادمان. ايوه ف على حسب الاغنيه. حسب الاغنيه تمام. طيب نشوف ده اخر سؤال تمام. المال، الشهره، السلطه. لو قلنا لك اختاري واحد من الثلاث حاجات دي تختاري شنو؟ المال ولا الشهره ولا السلطه؟ هختار المال، لانه انا مقتنعه تماما انه المال عباره عن طاقه، والانسان لو وقعت في يد الزول الصح هيعرف يوظفها كويس ويفيد بها الناس. المال تمام. طيب نشوف الصندوق الثاني. يلا مباشرة. الحمد لله كويس. لا ما في حاجة. أسئلة ظريفة والله. طيب أوكي، دي عبارة عن قارورة فيها برضو مجموعة من الأسئلة. أوكي. تمام، هنشوفها مع بعض هي شنو. تمام شوفي عايزة تلون برضو. أيوة. طيب دي الأسئلة المباشرة. يلا تمام. طيب يتنبأ الكثيرون بأن الإيفنت القادم لمروة كادي سيشهد فشلا كبيرا بسبب حملات المقاطعة التي انتظمت خلال الأيام الماضية للإيفنت. يعني في حملات مقاطعة كبيرة جدا في الميديا مقاطعين الإيفنت بتاع. طبعا احنا حنبث الحلقة وهو طبعا الموضوع ده حيكون انتهى. لكن أنا قبل ما يحصل الحاجة دي أنا عايز أشوف التنبؤ بتاعك للحاجة دي، عشان بعدين لما تتبث الحلقة دي يكون التنبؤ بتاعك نشوف صحيح. نشوف الكلام ده صح ولا كلام سيء. أيوه فرأيك شو؟ أنا والله موضوع حملات المقاطعة ده سمحته منك والله العظيم، ده يعني ما يعني ما عشان مغرور أو كده، لكن حقيقة أنا إنسانة مركزة مع أهدافي. أنا بصحى الصباح بشوف أنا عايز أعمل شنو، مش الناس قالت شنو. نمرة واحد. نمرة اثنين، الفشل ده بناء على شنو؟ الإيفنت اتعمل علشان يقدم رسالة معينة. الرسالة دي أنا عارفة مما عملت الإيفنت إنه في ناس معينة هتكون مقبولة لها وناس هترفضها رفض تام. فأنا من الأول عارفة إنه في ناس هتجي وناس ما هتجي. السؤال هل نحن بعنا تذاكر ولا لا؟ أيوة. الإجابة ما شاء الله تبارك الله فوق 500 تذكرة. معقولة؟ وهدفي كان نفر 10 30. لو قدرت إني أساعد ال 30 دول يغيروا فكرهم ويتغيروا للأحسن ويكونوا من الأشخاص المنتجين بدلا عن يكونوا مستهلكين وقاعدين ما بيعملوا شيء إيجابي لا لنفسهم لا لغيرهم، كده الإيفنت نجح. طيب حملات المقاطعة دي ذاتها أنا داري أعرف يعني السبب، أنت حاسة أنك مستهدفة يعني مثلا والله لدرجة أنه يعملوا لك حملة بتاعت مقاطعة مثلا؟ والله ما حاسة أنه الموضوع شخصي، لأنه الناس دي ما بتعرفني. يعني معلش لو مثلا زول قريب لي يعمل حاجة ممكن كده الزول شوية يبتدي يفكر ليه بحصل كده وورا الموضوع ده شو. الناس دي كلها ما انا ما بعرفها معرفه شخصيه، فما حاسه انه الهجوم لي انا في شخصي، حاسه الهجوم للفكره اللي انا بقدمها. ودائما الفكر المختلف بيهاجم حتى وان كان فكر كويس. يعني الفكره ما في الفكره هي كويسه ولا كعبه، الفكره انه شيء مختلف. والاختلاف دائما الناس بتخاف منه، والتغيير دائما الناس بتخاف منه، فده شيء طبيعي انا متوقعه. انت متفائله او بحتي بشكل مش متفائله، انت متاكده تماما انه يعني انت قطعت شوط كبير زي ما قلت هسه بالتذاكر الحمد لله يعني. شكرا لله تمام بالضبط. طيب خلينا نشوف سؤال ثاني من السؤالين دي. تمام ماشي لك بالترتيب تمام. اوكي طيب أثرت ضجة كبيرة بسبب حديثك عن الذهاب للعمرة باليونيفورم بدون حجاب. الهدف او الكلام ده يعني انا غريب شويه كده صراحه، يعني خلينا نكون منطقيين يعني كيف الكلام ده اتقال كيف، ولا الظرف اللي اتقال فيه كيف، ولا انت يعني اشرح لي يعني. طيب الكلام ده كان في لايف. انا عاده من وقت للتاني بعمل لايفات بتونس مع الناس المتابعيني، ودايما باخد صندوق بقول اسال سؤال اجابته تفيدك. طيب. عشان اللايف يكون محتوى مفيد. فاستفزت من واحده من المتابعين، كتبت لي كنت بتكلم انه نفسي امشي العمره. الكلام ده الغريب انه الكلام ده كان شهر 8 الفات
وما طلع الا شهر 2، فدي ذاتها حاجه يعني قريب من من ستة شهور. توقيت بتاعه غريب يعني، هو ذول المتابع بيكون خالي باله الحاجات دي. فقلت لي بشكلك ده ما في ذول، بشكلك ده تمشي العمر كيف وانت عمرتك ذاتها ما مقبوله والكلام ما لطيف ده. فالوقت ذاك انا زعلتها فقصدت اضايقها ورديت رد صراحه. هو يعني انا بعد كده طرحت واعتذرت للناس المتابعاني عن الرد ليه؟ لانه هو غلط. فانا عاده ما بحب اني اغير الغلط بغلط. أيوة. دائما بقول انه الزول يرد بالتي هي احسن، انه الزول يكون دائما يعني حريص في كلامه. فانا غلطت في الرد، لكن الرد كان نتيجه عن استفزاز، واستفزت لان انسان عادي زي اي زول فينا بيسمعنا بيغلط مرات وبيصحح يعني مرات. يعني يعني برضه الزول الناجح زيك برضه في 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 البيزنس وفي المي، يعني ما حاسس انه شويه كده انه الاستفزاز ده يعني دي نقطه ضعف مثلا ممكن تستغل مثلا بشكل او باخر؟ يعني والله يعني انت في كل مره حيستفزوكي، وانت لايفاتك طبعا كبيره شديد ومتابعينك كتار شديد، يعني كل مره واحد حيستفزك حتطلع تقولي كلام زي ده حتبقى مشكله صح؟ انت براك جاوبت على السؤال. أيوة أيوة تلقائيا. أيوة. انا ذولا بعمل في اليوم لو ما عملت لايف صح. واحد، فانا عندي في السنه اللي فاتت 365 لايف، ده اللايف الوحيد اللي فيه غلطه. فانا عاده حريصه ما عشان خايفه من الناس. أيوة. عشان انا عارفه انه انا عندي رسالتي انه نهي المنكر بنور، المنكر في حد ذاته مرفوض. أيوة. بالنسبه لي. أيوة. أيوة. فدايما بحاول ان انا ادفع بالتي هي احسن، دايما بحاول ان انا اكون اخلاق على اخلاق كريمه وما اغلط على الناس، لانه دي حاجه انا ام قبل اي شيء. أيوة. ودايما بتمنى ان اولادي يشوفوني بعمل الحاجه اللي انا بحاول اربيهم عليها. فانا عاده يعني بقدر اتحكم في نفسي، حتى لو عندي نرفزه بعملها وراء الكاميرات. أيوة. لانه أيوة. انا انسان ممكن عادي اتضايق، لكن المره دي فلتت. تمام. طيب خلينا نشوف اخر سؤال في مجموعه الاسئله المباشره. طيب تواجه اتهامات عديده من عدد كبير من السيدات بالغش والنصب عليهن من خلال البزنس الذي انضممنا اليه عبرك. اوكي. ما تعليقك؟ انا عاده المواضيع زي دي ما بحب اتكلم فيها، لانه بتخدني في موقف الدفاع عن نفسي، وانا ما شايفه اني انا بحتاج ادافع عن نفسي. لا بتحتاج. لا انا في الحته دي ما بتفق معك. لا لانين ما بحتاج ادافع عن نفسي انليس انه انا في محكمه، ففي الحاله دي ممكن. طيب نخليها مش الدفاع عن نفسي، هو التوضيح. خلينا الدفاع عن النفس. ما هي لازم يحصل توضيح. طيب. يعني للحاجه دي ببساطه حرد رد بسيط. طيب. انا عايشه في امريكا. بخطأ على القانون الأمريكي، والناس اللي ما عارفين النصب تحديدا من القضايا بتمسك الحكومة الفيدرالية طوالي. يعني ما حتى بوليس FBI طوالي المستوى يعني عالي، وبي تراك القصة دي يعني بيتبعوا الحاجات دي. فإذا في آلاف السيدات بيقولوا إنه كادي في أمريكا نصبت عليهم، وين الإجراء القانوني لإرجاع الحقوق دي؟ ما أنت عندك الدليل على النصب صح؟ وليه ما قدمته للقضاء؟ ليه كادي سنتين الناس دي بتتكلم؟ حاسس السنه الثالثه. ايوه الناس دي بتقول كادي نصبت. طب وين؟ ليه كادي ما اتحبست؟ ليه كادي كل يوم بتعمل في شيء جديد وworking on herself وماشيه لقدام، وانتوا لسه بتعيدوا في نفس القصص اللي انتوا بتتكلموا فيها سنتين؟ فالانسان دائما لما عموما ما عشاني لما تشوف حاجه في السوشيال ميديا دائما فكر شويه شويه تفكير. وبعدين لما نقول نصب بمبالغ ماديه انليس انه انا وانت نكون عايشين في نفس المكان وانت تسلمني كاش كده، بكون ما في ليك طريقه انك انت شنو تتبع صح المعامله الماديه. لكن احنا اصبحنا في عالم بتليفونك بتقدر ترجع كل التحويلات الماليه وتطلعها وتمشي تفتح باب لا صح. فالناس شويه يكون في منطق. وبعدين يعني ناس من السعودية وناس من وين، ورسلت 12,000 ورسلت 10,000. طب وين الإيصال بتاع الإرسال؟ ليه ما تقدم للقضاء؟ ما أنت عايز إنه تأخذ حقك صح. وتحمي الناس. أيوة. ليه ما اتخذت الإجراء الحقيقي الصحيح؟ ما في إجراءات، ما في إجراءات عملت ولا فيها. والله قالوا في بلاغات اتفتحت، لكن هذه أنا قاعدة معك بسافر. أيوة. أيوة. وبمشي وهناك. أضف إلى ذلك الناس عملت ما يسمى بالبتيشن في أمريكا، أنا ما أعرف ترجمة الحرفية شنو، اللي هي عريضة. أيوة. عريضة عملت عشان تتقدم لمجلس الشيوخ الوايت هاوس، والناس تمضي فيها والناس كلها لازم تمضي عشان
يوقفوني قدام مجلس الشيوخ، لكن للاسف العريضه اتقفلت. انا كنت اتمنى ان انا اقف في حته زي دي، يعني الواحد يتشرف انه يقف في حته زي دي بغض النظر عن واقف ليه. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. تمام اوكي، فاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. شيلي دي خدتي دي جربيها واثقه فيها، مش مياسم ما في شبيها، سمكتك بنشتهيها، رز تمام ما في كلام، رز مياسم يا سلام، وديها لناس ابتسام. حاضر. عايزه شاي من المعاي، شاي عجيب ده بحليب بمياسم باللبن طبيعي الطاعم، واضح احلى شيء الشوربه دي، فتة شوربه ده العدس نظيف معبق اتحبس، صلصه رز عدس لبن كله جبت لك مياسم، ذوقنا بيختلف أو مطاعم، ما بين صليف وصليف، الكل بيختار مياسم. منتجات مياسم، الكل بيختار مياسم. ورمضان كريم. صديقتي في الحياة اللي بتجيب معاي ودايما بتعزني، مسنودة بيها وما في شي بيوقفني، وجودة في حياتي بيميزني، جنبي في كل مناسباتي وأحلى لحظات حياتي، وبيها الناس بتعرفني، صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي، صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي. إذا كنت تبحث عن مكان هادئ ومريح، اختر منتجع درة وادي النيل، الأجمل والأروع على الإطلاق في السودان، والذي يطل على شاطئ النيل الأزرق السعيد. ستستمتع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء المختلفة. يحتوي على فندق متكامل بجميع الخدمات الفندقية على أعلى مستوى، وخدمات المطاعم التي تقدم أشهى وأرقى المأكولات والمشروبات بجميع الأصناف تحت إشراف شيفات عالميين. كافيه متخصص يقدم أحدث المشروبات الساخنة والباردة لجميع الأذواق، صالات وقاعات لجميع المناسبات، أعراس، مؤتمرات، ورش أو منتديات، وحتى الحفلات الترفيهية وعياد الميلاد وحدائق لألعاب الأطفال، مواقف خاصة للسيارات. منتجع درة وادي النيل، الخرطوم، شارع النيل. للحجز والاستفسار على الخط الساخن 63 44. منتجع درة وادي النيل، واحة الأسر والشباب وجوهرة السياحة السودانية. منتجع درة وادي النيل، أصلي عصري. اهلا بكم الاعزائي المشاهدين مره ثانيه، ولا زلنا مع كادي. مرحبا بك. خلينا نشوف الصندوق التالي. تمام، نشوف وشو. طيب طيب، شو ظرف؟ تمام، ممكن تشيل الظرف. طيب السؤال ده نحن مسمينه طبعا، مدينه اسم كده غريب شويه، اسمه سؤال اللعنه. اوكي كويس، كفانا الشر. طيب. السؤال ده حتشيليه، حتقريه، وانت اذا حاباني اساله قول لي اساله، اذا ما حاباني اساله هنفتح الصندوق نرجع ونشوف الحاجة اللي بعديه. اوكي تمام. ممكن نسأل السؤال عادي؟ تمام. عندي طيب ما هي علاقتك بسعد الكابلي، نجل الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي؟ اوكي، عايز الإجابة مفصلة ولا نختصر؟ يا ريت تكون مفصلة. اوكي، علاقتي بسعد الكابلي ابتدت 2018. اتصل علي سعد، طبعا عنده، للناس اللي ما بيعرفوا سعد الكابلي عنده قناه على اليوتيوب بيقدم فيها دائما قصص النجاح. أيوة. قناه ممتازه فيها جداً فيديوهات. أيوة. ملهمه. أيوة. جدا جدا. فابتدت العلاقه من هناك، عمل معي تليفون، عايز اصور معاكي. جاء البيت ولاقى زوجي ولاقى اولادي وعملنا التصوير. وصراحه كانت اضافه رهيبه لي. الفيديو بتاعه ساعدني جدا جدا في الشغل بتاعي. وبعد كده لقيت انه انا محتاجه اللي هو بقدمه، اللي هو ذول فيري تالنتد في الفيديوهات والاخراج والتصوير. أيوة. وكده فابتدينا شغل، وبعد كده العلاقه اتطورت، بقت علاقه اسريه، بقيت اعرف اسرته، بقوا اهلي بيعرفوه، وعلاقه جميله وشغالين مع بعض لغايه حسي. علاقه اتشرف بها جدا وافتخر بها.
التحية له برضو يعني واحد من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الشباب، انا بقول من الشباب المجتهدين جدا، بيقدم محتوى مفيد جدا حقيقة، وعنده مشاهدات عاليه جدا يعني. برضو طبعا السؤال ده تحديدا كان لازم يسأل ليه، لانه في لغط كده حايم، عرفتي انه كادي وعلى غضب سعد الكابلي وسعد طوالي معاها، ويا ربي هو هل في حاجه ثانيه؟ لكن كلامك هسه واضح انه هو مباشر بزنس تو بزنس، يعني حاجه واضحه صح بالضبط كده. وحسي ما بقى بزنس بس، حسي بقينا علاقه كلنا. أيوة. انا واسرته اسره فاضله جدا جدا، ومنه ما بتشرف بانه يكون طبعا عنده علاقه باسره الفنانه الكابلي. سعد في نفسه وماما عوضيه والدته اخوانه ناس جميله جدا، واضافه في حياتي بتشرف فيها. ربنا يرحم الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي، اللهم امين، يسكن فسيح جناته بقدر ما قدم للبلد وللفن السوداني. طيب اللهم امين. باقي لنا اخر سؤال او اخر صندوق، ما سؤال اوكي. انا طبعا بسميه صندوق الهتش. هتش هاي يعني الهتش ده حاجات كده مفرزة ما عندها علاقة ببعض، لكن اي حاجة بتودينا لحتة. اوكي تمام تمام. خلينا نبدا نشيل اول حاجة. شنو الصندوق ده؟ بسم الله نشيل. طيب ده اللي هي طابع بتاع رسم مغادرة. اوكي رسمي بتاع مغادرة. تمام. لو قلت لك عايزك تخطي هذا الطابع لشخصية او لعادة سوداني او لشي في المجتمع السوداني، نفسك تخطي فوق الطابع ده يمشي بلا عودة، يعني يمشي ويغادرنا، يعني ممكن تستخدم الطابع ده ليش؟ والله يا ريت لو في منه كثير. مبدئيا كده. طيب. طيب لو قلت لي اخطه في شنو اكثر شيء ممكن يكون ضارينا كمجتمع؟ إننا مركزين مع الناس. التركيز مع الناس. التركيز مع الناس. لو تحول التركيز مع الناس للتركيز مع النفس، حتتحول من طاقة مهدرة لطاقة إنتاج. وده بالضبط اللي حصل معي. تحولت من زول مركز مع الناس لزول مركز مع نفسه، وتغيرت حياتي تماما. تمام. طيب خلينا نشيل حاجة ثانية. طيب طبعا ده كلام هو بيقول شنو؟ ده رقم واحد. كلام إيجابي كده بدي. أيوة واحد والله واحد. أيوة ده رقم واحد. تمام. لو قلت لك أديني حاجة واحدة كويس ممكن تكون عيب كبير في كادي، يعني أنت محترفة بها، عيب حاجة واحدة بس. أيوة. حاجة عيب فيني. والله الإنسان يعني فيه عيوب كثيرة وفيه حسنات الحمد لله. عيب فيني ممكن أنه أكون زولة صريحة شديد، واحيانا الصراحه دي بتخلق لي مشاكل. صريحه شديد. صريحه شديد بتعمل لك مشاكل يعني. في البيزنس ممكن تعمل لك مشاكل الصراحه ولا؟ الصراحه في البيزنس مع الناس الصح بالعكس تخدمك. لكن مع الناس غلط ممكن تضرك. البيزنس مع الناس الغلط هو اصلا غلط. كويس. طيب شيل حاجه ثانيه. نشيل المفتاح. طيب. ده ربنا يفتحها علينا ان شاء الله. لو قلت لك مفتاح ده بيفتح لك قلب زول، تقدر تشوفي جواه يعني مثلا كادي شنو، او موجوده فيها حته حاقد عليها ظريف لا بنافغه بجامله، ده قسم اذا انت حابه تفتحي المفتاح زول، او اذا مشينا ثاني وديتك برضه خيار ثاني انك تفتحي باب من الابواب. كويس. يعني مثلا ممكن يكون هو انت شايفه انه الباب ده مقفول في المجتمع السوداني تحديدا المفروض يتفتح عشان يحصل تغيير، هتختاري ده خيار يعني تفتحي قلب ولا تفتحي الباب المقفول؟ افتح باب. باب مقفول يعني في المجتمع السوداني ممكن يكون شنو؟ نفتح باب التقبل. التقبل. نفتح باب انه الناس يكون في بينها سلام وقبول، انك تقبلني زي ما انا بعيوبي وحسناتي، واقبلك زي ما انت بعيوبك وحسناتك. لو تقبلنا بعض لا حيكون في تفرقه، لا حيكون في عنصريه، لا حيكون في كراهيه، ما حيكون في كل المشاكل النابعه من الحته بتاعت عدم التقبل. انت قاعد تتقبلي الناس؟ بحاول شديد اني اكون دائما قبلانه اي زول زي ما هو. تمام. طيب باقي لنا حاجتين. بطاريه. لا ده اسمه ستارتر. ستارتر ده بتاع اللمبه. اوكي يعني اللمبه كويس هي منوره، يعني اللمبه منوره، نجومنا اللي بيجوا هنا اغلبهم كلهم ناس منورين وفي مجال، لكن من غير الحاجه الصغيره دي الستارتر ده ما بنوره.
داير أعرف الستارتر بتاع كادي شنو المخليات نور. الله الستارتر بتاعي ممكن يكون والله ممكن يكون أكثر من واحد. ممكن أولادي جوري وكادي ورحومي لأنه دل اللي بخلوني أواصل وبخلوني لما نتعب أجي كذا وأضمهم وأحس الدنيا بخير. يا سلام. يا سلام. ماما وبابا أخواني عمار سعد الناس اللي بتحبني أمي ربيعة. أمي ربيعة يا سلام. أمي ربيعة اللي هي حبوبتي. ناس كثيرة أنا حواليني ناس كثيرة جميلة شديد وحرام أقول زول ونسى زول لكن الستارتر بتاعي كده مشع. يا سلام. مشع. يا سلام. يورانيوم. يا سلام تمام. طيب باقي لنا حاجة واحدة شايفي قبيلتي بتمشي وتجي فيها كده الولاعة دي. أوكي. بتدخنك عادي؟ بأمانة. أيوه. أخذت لي فترة بتاعت سنة كنت بشرب شيشة. وأنا عارف اعتراف زي ده ممكن يكون مرفوض في المجتمع لكن عارف أول خطوة لتصحيح الخطأ الاعتراف به. يا سلام. فيس أخذت فترة كنت بدخن شيشة وكنت كانت فترة فيها ستريس شديد في حياتي وكنت ذا واي أي يعني بفرغ طاقتي كنت بدخن شيشة وضرتني ضرر بشع وقررت إن أنا أوقفه ووقفت الحمد لله. الحمد لله أنا ما وقفتي هذه دي سلام. طيب انتهينا من الصندوق بتاع الهاتف باقي لنا حاجة واحدة اللي هي التابوت تمام لكن حنطلع فاصل قبل ما نمشي التابوت نجي راجعين تمام. أوكي فاصل ونرجع تاني خليكم معنا. شيلي دي خدتي دي جربيها واثقة فيها مش مياسم ما في شبيها سبكتك بنشتهيها رز تمام ما في كلام رز مياسم يا سلام وديها لناس ابتسام حاضر عايزة شاي من المعاي شاي عجيب ده بحليب بمياسم باللبن طبيعي طاعم واضح أحلى شيء الشوربة دي فتة شوربة ده العدس نظيف معبى قد حبس صلصة رز عدس لبن كله جبت لك مياسم صدنا بيختلف أو مطاعم لا بين صنيف وصنيف الكل بيختار مياسم منتجات مياسم الكل بيختار مياسم ورمضان كريم صديقتي في الحياة هي اللي بتجيب معاي ودايما بتعزني مسنودة بيها وما في شي بيوقفني وجودة في حياتي بيميزني جنبي في كل مناسباتي وأحلى لحظات حياتي وبها الناس بتعرفني صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي. إذا كنت تبحث عن مكان هادئ ومريح اختر منتجع درة وادي النيل الأجمل والأروع على الإطلاق في السودان والذي يطل على شاطئ النيل الأزرق السعيد ستستمتع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء المختلفة يحتوي على فندق متكامل بجميع الخدمات الفندقية على أعلى مستوى وخدمات المطاعم التي تقدم أشهى وأرقى المأكولات والمشروبات بجميع الأصناف تحت إشراف شيفات عالميين كافيه متخصص يقدم أحدث المشروبات الساخنة والباردة لجميع الأذواق صالات وقاعات لجميع المناسبات أعراس مؤتمرات ورش أو منتديات وحتى الحفلات الترفيهية وعياد الميلاد وحدائق لألعاب الأطفال مواقف خاصة للسيارات منتجع درة وادي النيل الخرطوم شارع النيل للحجز والاستفسار على الخط الساخن 63-44 منتجع درة وادي النيل واحة الأسر والشباب وجوهرة السياحة السودانية منتجع درة وادي النيل أصلي عصري. اهلا بكم الاعزاء المشاهدين في القسم الاخير من برنامجنا ولا زلنا مع كادي مرحبا بك للمره الثالثه والرابعه سلام. والخامسه والسادسه ومنور برضه حبابكم عشرة حنمشي التابوت تمام حشرح لك الفكره سريع شكله ما مبشر عشرح لك الفكره سريع بتاع التابوت لكن حنكون كمان مفتاح وطبله القصه دي شكلها جد حقيف هنا كويس وحنتكلم اشرح لك الفكره تمام يلا تفضلي تفضلي اوكي
طيب ده التابوت. اوكي. كويس؟ الامتحان بتاع التابوت ده بسيط شديد، كويس؟ نحن هتدخل جوا التابوت ده، تمام؟ في حاجة جوا؟ هنسألك، والله بعد ما تخشي بنتكلم. الله. أنا هتكلم معك بيا بشباك البيا ده. بس ما يكون الزول المرسوم برد قاعد لي جوا. هتخشي جوا، هوريك، هتفهم معك لكن أنت جوا، تمام؟ اوكي. كويس؟ هسألك بعدين سؤال، هو سؤال التابوت، سؤال واحد. عشان تطلعي من التابوت ده سريع بيحتمل عليك انك تجاوب على السؤال بسرعه. اوكي تمام، يعني متفكر فيه. يعني هتسمعوني من جوا؟ طبعا. طب الحمد لله في كاميرات وفي كده يعني. تمام. اوكي اتفضلي. التابوت اصلا هو كده شكله كده قديم اثري، نجي جايبينه معانا ليه. اتفضلي اتفضلي هنا. انا واقفه كده كويس قبل كده كده قبل كده. أيوة. اوكي. تخيل المفتاح ده يروح هسه. الله. تخيل القصه دي كلها. ها والله بصبر. تمام. كادي. نعم. الجو كيف عندك؟ هدوء. الاحساس احساس. يمكن عشان انتوا برا ما خايفه. ما حاسه بانه في خوف كده. طيب لو في حاجه مثلا، يعني انا بس ما ادري لو في حاجه مثلا ظهرت جوا ولا حاجه. في حاجات ممكن تظهر. لا لا، انا هنا براي ولا في حاجه؟ يعني لو في حاجه مثلا، انا بس انا لانه خايف عليك ممكن تحصل لك حاجه. يعني انت بتخافي شديد مثلا لو حصلت حاجه؟ غيرت لو في هنا اي كائن من الكائنات اللي بتمشي باربعه انا وهم بنقعد في واحده. لا لا ما في حاجه، خليك مطمنه. تمام. انا حاسالك سؤال التابوت مباشره عشان تطلعي. طيب. السخان وهو مسخن اصلا، نحن مخصص الحاجه دي. تمام. طيب طيب البيزنس في رايك ممكن يكون يعني سبب لانه المراه تفقد الاسره؟ يعني لو اخذت كادي نموذج للحاجه دي، كلميني بصراحه، هل البيزنس فقدك الاسره باعتبار الزوج والابناء والاسره المطرب نثر بتعريفها، فهل البيزنس ممكن يكون اثر في حياة كادي بالشكل ده؟ لو السؤال لي بصفة شخصية بالتأكيد البزنس أثر علي، بالذات في البدايات لأني كنت ما عارف الطريق الصحيح لأني أقدر أكون بزنس وومن وزوجة وأم كله في وقت واحد. فبالتأكيد الواحد حاسة أنه قصر في حاجات وخدت البزنس فوق حاجات تانية كثيرة، لكن this is the way we learn، بنتعلم لما نمارس ونطبق ونختار الدرب الصحيح. لكن هل التأثير يعني سبب تدمير كامل ولا كان عترة وصلحت المشية؟ فهي كانت عترة وصلحت المشية. الواحد في وقت كتير أهمل نفسه وأهمل زوجه وأهمل أولاده لأنه كان مركز إنه يبني البزنس، بس كان دايما في تفهم، بالذات من يعني شريكي كان دايما متفهم، دايما داعم، دايما كل ما أحس إني ضعفته هو بقويني، فهو دايما كان وما زال مصدر بتاع قوة. مصدر بتاع قوة. تمام. هطلعك. يا سلام. تمام؟ ولا خليك حبة؟ لا 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 طلعني. حبة كده بس؟ لا والله عفيت ليك طلعني. تمام. طيب. كنت تطلعي؟ جيتي هنا. تفضلي. يا أخي أنا شاكر لك كثير ومبسوط جدا يعني إنك شرفتينا الليلة. الله يخليك. في التابوت في الموسم الأول بتاعه. ويا رب مزيد من النجاحات. مزيد من التوفيق. كويس؟ في كل حاجه، في كل حياتك بشكل عام. يا رب. انت زوله واضحه، زوله يعني ممكن تكون جريئه، اقتحمتي مجال بشكل كبير جدا جدا. انا بقول دائما انه نحن دائما المفروض ندعم الاشراقات السودانيه، ما نحارب وما نحاول نكسر مقاديفها. فانا سعيد بك جدا جدا. الكلمه الاخيره ليك والرساله الاخيره ممكن تقول فيها شنو؟ الرساله الاخيره بقول فيها حعيد الكلام اللي قبل قلته، خلونا نكون سبب للمحبة، نكون سبب لأنه نقبل بعض. ربنا خلقنا مميزين لسبب. التميز يعني إضافة ما خصم. ما لازم نكون بنشبه بعض ونتصرف زي بعض عشان نقبل بعض، بالعكس كل واحد فينا يتميز، وبتميزنا حنخلق مجتمع متكامل، مجتمع صحي ومجتمع ماشي قدام. شكرا جزيلا للاستضافة. وسعدت جدا باللقاء. شكرا لك. شكرا لك. الله. شكرا لكم الاعزاء المشاهدين، كانت دي حلقتنا الليله من التابوت. نلتقي في حلقه جديده، كونوا في امان الله. تفضل. شكرا.